مساكم فل لي امسي عليكم من صفوة المهيدب لطب الاسنان. اليوم يا جماعة عيادات الاسنان فقط على شارع القدس يمكن اكثر من 10 عيادات. طيب صفوة المهيدب شنو يميزهم؟ تعرفوا يا جماعة لهم اكثر من 25 سنة بالاسنان، اكثر من 60 فرع حول المملكة، تكلم عن نخبة الاطباء قاعدين يجيبوها، احدث التقنيات موجودة عندهم. هذا شيء يخلينا نطمئن ان نتعامل معاهم. وهذا موقعهم صفوة المهيدب، موجودين في القطيف شارع القدس. هذه الإشارة اللي فيها مغربي اللي فيها موبايلي، وهذا صفوة المهيدب. طبعا عندهم جميع الخدمات حق الأسنان، من زراعة، من تقويم، من ابتسامات، علاجات. طبعا متعودين لازم أجيب لكم عروض وتكون عروض مميزة. يلا خليكم معايا. معنا الدكتور أحمد مصطفى، أخصائي تجميل أسنان. يعطيك العافية دكتور. ربنا يخليك، مرحبا. الله يسلمك دكتور. الآن بالنسبة للزراعات، في زرعة يسموها زرعة فورية، شو فكرتها هذه؟ والله الزرعة الفورية دي احنا بنخلع السن ونحطه مكانه البرغي اللي هو حاجة الزراعة. اوكي، هو ده معناه زراعة فورية. بالشكل هذا يعني احنا بنخلع السن اللي هو بجذوره العادية ونحطين المسمار اللي تحت ده. طيب هي البعض ممكن يفكر ان في جلسه واحده يركب السن، مش بالتلبيسه، لا بيقعد 3 شهور على بال ما العظم يلتئم، وبعد كده بيجي يركب له التركيبه اخصائي التركيبات. يعني الان دكتور ما في شيء من التقنيات انه يكون الزرعه مع الحجم اللي فوق، يعني الواحد في جلسه واحده يخلص لنا ويطلع؟ في تركيبات اماميه او زرعات اماميه اسمها زرعات التحميل الفوري. اوكي، حضرتك بيحط البرغي بالاكستنشن بالكراون المعقد بتاعه في نفس اليوم ويمشي. بس الاسنان بالظبط. التحميل الفوري بيحصل بالذات في الاسنان الاماميه زي كده، ممكن يتخلع السن ويتحط الكراون، بس بنسميه اكريل او مؤقته لحين ما نحمل التحميل النهائي. اوكي، بس في الاسنان الخلفيه لازم ينتظر 3 شهور، وده برضو بشروط. لازم يكون المسمار نفسه اللي بيتحط في العظم ده ماسك بتحميل معين، مش اي حد ممكن. دكتور انواع الزرعات اللي موجوده عندكم او الدعامات؟ والله النوع المعتمد عندنا امريكي. حلو، تمام. بيحصل عنده اكستنشن، ده بيبقى تحت التلبيسه. أوكي. بيبقى نفس نوع الزرع امريكي برضو، وبيجي عليها زيركون الماني اللي هو التلبيسه اللي في الاخر. يعني الجزء اللي فوق هذا يكون الماني؟ الماني زيركون. اوكي، يا اما بيكون بيتلزق كده يا اما سكرول تندي، يعني بيتثبت بوزمه. اها، طيب دكتور عليها ضمان هذه؟ عليها ضمان مدى الحياه. طبي ما حدش يقدر يقولك في الدنيا ضمان مدى الحياه، لكن تجاريا احنا نضمن لك لو اي حاجه حصلت في الشغل، لما الاستشاري بيسوي لك او الاخصائي بيعمل لك حاجه احنا بنعوضك عنها لو في شيء، وان شاء الله ما يصير شيء. الله يعطيكم العافيه. دكتور كم تكلف الان زراعات عندكم؟ والله الامريكي عندنا عامله 4000، الخصم بتاعها 50% عامل 2000 ريال، وفي يعني خصم محبه كده ليك انت ومتابعينك، بس احنا مش هنعلن عنه لما يكون ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، شكرا. في شيء حلو يا جماعة عند صفوة المهيدب، مو عرض، طول السنة عندهم فتح الملف والكشفية والاستشارة، يعطوك تسعيرة كاملة وفكر على راحتك مجانا. ومعانا الدكتورة شيماء، خبيرة تجميل ومعالجات الأسنان. يعطيك العافية دكتورة. دكتورة سؤال، يعني أي واحد يجي عيادة طبيب الأسنان دائما يكون خايف من الألم والوجع، فدائما احنا نسمع علاج بدون ألم، جراحة بدون ألم، في شيء كذا دكتورة؟ طيب، هو فكرة ان انا اشتغل اي حد من غير ما اديله بنج، لا مستحيل حد يشتغل اي عيان من غير بنج، بس احنا بنستخدم نوع بنج كويس وقوي، يعني تركيزه كويس جدا، بحيث ان احنا لما نشتغل ما نحسش باي ألم واحنا بنشتغل. لكن ان انا اشتغل من غير بنج، لا مستحيل اي حد يشتغل اسنان من غير بنج. واحنا بنحط البنج موضع في الاول قبل حتى الحقنه بتاعه البنج، عشان حتى ما تحسش بالشكه بتاعه الابره يعني. دكتوره شيماء، انواع الابتسامات اللي موجوده عندكم؟ تمام، احنا موجود عندنا الاساسي في 3 انواع. طبعا الزيركون دي اكتر حاجه بتطلب، بتبدا سعرها من 6.5. طبعا الزيركون يعني هي بتتميز ان هي قويه، اغلب الناس بتطلب الزيركون، بس هي فيها مشكله بسيطه، بس ان هي احيانا بتبان ان هي فيك، يعني بتبان لما حد يشوف حد حاطط تركيبه زيركون ان هي فيك شويه. فبنحوش المشكله دي في النوعين التانيين، النوع اللي هو الفي اي بي بيبقى زي الزيركون بس في طبقه اكثر شفافيه شويه، هذول اللي يكونوا اقرب الى الاسنان الطبيعيه. بالظبط كده، يعني يكون في طبقه شفافه بتبين كان السن ده طبيعي لحد ما. السري دي طبعا يعني اكتر حاجه يعني عاليه، وفي نفس الوقت بتبين كان السن طبيعي جدا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد مجدي، خبير معالجات وتجميل الاسنان، مجمع صفوه المهيدب بالقطيف شارع القدس.
بنرحب بالمتابعين، وعندنا بمناسبة الافتتاح عروض على كافة المعالجات. مرحبا دكتور، مساء الخير. تعرفنا بنفسك للمتابعين دكتور. أنا الدكتور محمود كلاب من مجمع صفوة المهيدب، خبرة 7 سنوات في طب وتجميل الأسنان. الله يعطيك العافية دكتور. طبعا طلعت على بعض الأعمال، فراح أحط بعض صور لأعمال الدكتور. يعطيك العافية دكتور. هذه صفحة الدكتور محمود كلاب على الانستغرام، بس تكتبون الدكتور محمود كلاب يطلع لكم هنا بعض الأعمال حقه. متعودين لازم أجيب لكم عرض يكون مميز، راح يكون عرض من اليوم إلى تاريخ 10 فبراير، تنظيف وتلميع الأسنان ب 120 ريال فقط.